الرجل خرج ثم عاد مرة أخرى إلى رئاسة الوزراء ثم استقال للمرة الثانية، وهناك اليوم حديث عن توافق سياسي جديد على أن يدير المشهد الدكتور عبد الله حمادوك ليخرج السودان لا سيما من المأزق الاقتصادي الذي بدأت تتنفس في الأشهر الماضية، شهر 6 و7 وشهر أغسطس أيضا وما بعده سبتمبر. نعم أستاذ صلاح الدين، أولا الفضاء المفتوح ده يعني فيه كثير جدا من الكلام المفكون عنده أرجل يوقف عليها، كلام بيكون مطلق في الهواء. أولا يعني سمعنا بأنه هناك مبادرات لعودة حمدوك، وهناك مفاوضات في أبو ظبي، مفاوضات في هذا المكان أو ذاك، ذهب حميدتي ثم ذهب أو هذا المكان أو ذاك المكان، لكن حقيقة قد يكون أشباح غير مرئية تتفاوض في أحلام لا يستطيعون الوصول لها. الشعب السوداني حسم خياره هو صاحب المصلحة الحقيقية في إسقاط هذا الانقلاب، هو صاحب الكلمة العليا الآن في المشهد السياسي. المستقبل والتاريخ السياسي السوداني لا يسطر خارج السودان ولا يكتب بأحبار سرية خارج السودان. التاريخ الآن يكتب بدم الشعب السوداني، بدم الشهداء، بمعاناة المفقودين. التاريخ السوداني يكتب الآن من خلال هذه الشوارع التي تهتف يوميا بعودة الديمقراطية، بعودة إكمال مسيرة التحول الديمقراطي. المبادرات الموجودة في الساحة، الحرية والتغيير طلعت بيان ونفت إنها حتى يعني لم تصلها دعوة ولم تقبل هي حتى بمبدأ حوار.